الخارجية السورية بالاتفاق الروسي التركي على إعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، كما أعرب مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية عن ترحيب الولايات المتحدة بجهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية واتفاقهما على إعلان منطقة عازلة تضع حدا للتوتر هناك. دكتور طارق، برجع لك مرة أخرى. إذن حديث طويل عن الأزمة في سوريا، كأستاذ للعلوم السياسية برأيك ما أطر تنفيذ هذا الاتفاق هذه المرة بين الأطراف المتنازعة وما مصير الميليشيات المسلحة؟ طبعا الاتفاق لسه في مراحله الأولى. البنود التي تسربت لا تحمل جديدا حالة تهدئة، منطقة خفض توتر، إجراءات لبناء ثقة بين الطرفين، قبول تركي بكل الشروط اللي وضعتها روسيا، وده على غير المعتاد. وبالتالي هي ليست منطقة خفض توتر، هي منطقة تماس خالية من وجود قوات هم مسمينها قوات وفصائل المعارضة. التعريف حضرتك أستاذ أمل لازم تقفي قدامه، هل هي قوات المسلحة اللي هي تملك سلاح ولا لا؟ هتخرج في إلى مناطق آمنة، فأين تذهب؟ يعني استيعابهم سيتم فين؟ آلاف العناصر المقاتلة اللي موجودة في منطقة إدلب وما يجاورها لحوالي 45 كيلو تقريبا، المناطق دي فيها هذه الميليشيات وهذه الفصائل، ستذهب فين؟ أولا لن يتم تفكيكها، لن يتم استيعاب سلاحها، لابد أن تكون هناك إجراءات بناء ثقة خلال الأسابيع المقبلة. فالتشكك في نجاح الاتفاق بهذه الصورة طبعا هو مرتبط بحاجتين، ان روسيا تريد ان تعوم النظام السوري، بمعنى انها تديله اجراءات بناء ثقة فيبدأ يشتغل، وهو طبعا مرحب بهذا في هذا الاطار، خصوصا وانه طبعا في هجوم جامد على الجانب الروسي في هذا التوقيت بانه يريد ان ينهوا الازمة الروس السورية بدوافع روسية. فبالتالي المشكلة الان هل سيقبل الرئيس اردوغان التعامل مع المشهد او ان ينحني للعاصفة لتقديم تنازلات اخرى؟ هل سيتم استيعابهم في المناطق الكردية، مناطق شمال شرق سوريا؟ يعني في خيارات ستتعامل معها تركيا بمنطق مصلحي، منطق اقتصادي، منطق استيعابي، لكن ستبقى قضية الأسلحة وفك الميليشيات وانتقالها وإجراء عملية ترانسفير كاملة هي أهم الإشكاليات التي تعوق تنفيذ الاتفاق. ومن الحروب